كنوقفوا على واحد العمليه اللي كدار في شارع قلميمه اللي يسمى بوطويل، معروف في المدينه القديمه عند بوطويل. هذه العمليه هذه ديال الهدم ديال ثلاثه ديال العمارات اللي غالبيتها كتوصل ثلاثه الطوابق، وكتوفر على ما يناهز 18 اسره، يعني تم الترحيل ديالها وبقاو هاد العمارات بقاو هكذا. اللقاء ديالنا مع السيد عامل عمليه مقاطعه الدار البيضاء اونفا اللي ترتب عليه انه تسريع ديال الوتيره. ملي كنقولوا تسريع ديال الوتيره هو اننا نفتحوا الشارع ديال المحاج الملكي في انتظار، لانه ملي كيولي عندك الشارع كيسهل على مستثمرين وحدين اخرين انهم يدخلوا يديروا الاستثمار ديالهم، يشتروا المنازل الاخرى ولا يشتروا الدور الاخرى، باش حتى ساكنه المدينه كتستافد، على عكس ما كان كيدار في القديم اللي كانوا كيمشيو ب 200,000 درهم، دابا كاينه 100,000 درهم، وكنأكد انه 100,000 درهم. والساكنه كتعاني من الازاف، من الاطفال في وضعيه الشارع اللي كانوا كيستوطنوا، اكثر من هذا كانوا ناس وحدين اخرين ملي كطرحها المجموعه كيجيو هما كيدخلوا. هذه العمليه يعني انه مشكوره ومحموده ديال انه تيتم الهدم في حاله انه مجرد انه كيتم الترحيل ديال الاسره تيتم الهدم. العملية ديال الهدم اللي كدار دابا، يعني لتسريع الوتيرة مزيانة، حنا معنا باش يسرع الوتيرة، ولكن فينا هما تعويضات للناس مولين المحلات التجارية؟ فينا هما التعويضات على الأملاك، على الزينة؟ لأن أغلبية الناس هنا عندهم زينة، ما كاينش هاد الملفة، ما كاينش هاد المساطر نهائيا. حنا كنطالبوا من السلطات المحلية، من الناس المعنيين، أنهم يشوفوا الحوانت، إلا جيتي تريب دار خاص الحانوت كاين تحت منها، إذا ما يمكنش دار غتخرج الساكن ديالها وغتبغي تريبها وتخلي مول الحانوت. إذا خاصنا التعويض على المحلة التجارية، خاصنا التعويض على الأملاك، عاد نشوفوا الطريقة ديال التسريع. اذا هنا الملف انتوما كطرقه باش خداتو السلطات مزيان التسريع، ولكن راه ما غير شامل. بالنسبه لعمليه الهدم، اول حاجه باش نبداو فيها ما كاينش مهندس مختص، كاين مهندس ديال الشركات اللي كدير الهدم، بالتالي كيتسناو هما الراي ديالو هو. حنا كنطالبوا بمهندس خبره كما كانت كتعمل صنادق، كانت كتجيب مكتب ديال الدراسات اللي كيقول لها واش تريب ولا ما تريبش. دابا عندنا مهندس ديال الشركه، يعني التجاره، الا بغيت نريب راه غنريب، ما بغيتش نريب راه ما غنريبش، يعني الصالح هو يريب. لكن ما كنشوفوا هنا ما كايناش لي سيكوريتي، كاين باريير هو محيد، يعني وخا السلطات المحليه كتبقى هذا الطريق هذه بعدا اي باساج اللي هو برانسيبال، ما يمكنش يخلينا نحبسوا الناس. اذا خاص تكون واحد الاجراءات اللي هي اكثر من ناحيه السيكوريتي، من ناحيه الناس، يعني سدوها من الراس للراس، يعني خاص خبره. الا ما كانش خبره في هذا الشيء راه كاين غير يعني كنوصلوا شي حوايج، خصوصا كنريبوا الديور، كنزعزعوا الديور اللي حداهم. ملي غتصب الشق غنشوفوا كوارث اخرى، لان دوك الديور باقيين عامرين.